اخبار اليوم. كل الناس اللي هم تشوفوا راحهم دي بعد انا برضه طبعا انا مسافر انا وانت على حسابنا اقامه وطيران وميه وكل الحمد لله. انا بقول ليك ليه احنا بنشوه الناس؟ يعني انا مسؤوليتي الفيز كلها واصله، التذاكر كلها موجوده لكل الافراد اللي بتحصل، هم حتى زودوا خمسه من عندهم او 10 تقريبا على العدد اللي بيكون في دول الهند. فانا يعني ما نزلش حاجه يا استاذ محمد على الموقع الا مفتوح لي، بس الموقع ده مش عزمه احترام الشديد، الموقع ده ملك النادي، رئيس النادي ماسك النادي. بعد مواقع الاخرى انا بوضح ده موقع رسمي اهو، لا اس سي ولا في ولا زبط مش الموقع مش عايز يحترم نفسه. اولا هو منتخب سوى الزمالك ليه؟ في موقع للزمالك موقع رسمي. الناس بقى اللي عماله تطلع لي يمين وشمال تتنططوا يمين وشمال دول بقى عيب، يعني مش هقول سؤال ابن حته قدام الناس. يعني شركه التزمت بعتت التذاكر للناس كلها برضه في ميعاد انا لكن طبعا، وبعتت الاقامات وبعتت كل شيء والفيز، يعني ما انا مش شايف مبرر ان احنا نسوي سوبر طبعا. نرجع للسوبر عشان ده هيبقى اكبر رد على اللي قاله الاخ محمود طاهر امبارح انه لن ينزلق الى مستوى رئيس نادي الزمالك. انا برضه متشكرين جدا وكفايه عليك ربنا يتولاك برحمته، والجمهور اللي انت او العفاريت اللي انت حضرتهم مش عارف تصرفهم بلطجيه.